نسأل الدكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية في هذه المسألة. دكتور إيمان، أهلا وسهلا بك الأول في برنامج 90 دقيقة. اهلا وسهلا بسيادتك، مساء الخير. خليني أعرف منك الأول قراءة في بيان اليوم والبنود اللي تضمنوا البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الاستثنائية، قمة البند الواحد، وإزاي برأيك يتم أو تم استقبالها دوليا؟ في البداية، القمة الاستثنائية، القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، هي جاءت في سياقتها وبعرض الوثيقة متضمناته من بنود أو البيان الختامي، في تقديري جاء بناء على ما تمخض عنه من اجتماعات قمة القاهرة للسلام. يمكن أغلب البنود وتكييفها وهيكلت البنود كمان، وحتى في الصياغات البينية والمضامين الأساسية اللي ركزت عليها القمة، جاءت وفقا للرسائل المباشرة اللي تم تناولها مسبقا خلال قمة القاهرة للسلام. فيما يتعلق بحجم التأثير تلك القمة الاستثنائية على الدوائر الدولية، لازالت هذا الأمر يمتلك العديد من الرهانات الضبابية، خاصة وإن القمة في محتوى، على الرغم من أنها تضمنت العديد من مراكز الثقل على المستوى الإسلامي وعلى المستوى الإقليمي، إلا أنه لازم نجهل كيفية إحداث نوع أو اختراق للتأثير وحلحلة الجمود الموقف الدولي إذا الأزمة الحالية بشكل كبير. لكن يحسب للقمة حجم الزخم، حجم الرسائل اللي تمت تداولها على مختلف مراكز الثقل. شهدنا بشكل واضح تجميع من كافة الدول الإقليمية ذات الثقل الإقليمي المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإقليم، وهي رسالة واضحة أن أزمة غزة أو أزمة القضية الفلسطينية لا تطال فقط المنطقة العربية، ولكن تخرج سياقتها لما يعرف بالعمق الإقليمي ككل. ويمكن ده شاهدناه في العديد من الرسائل المتباينة، رسائل ماليزيا، تركيا، كذلك طهران في كلمتها، رسائل المنظمات الدولية ككل الحديث عن الوضع سواء الإغاثي أو الوضع السياسي وتكييفه في قطاع غزة، كل ذلك الأمر تم تكييفه بشكل مباشر. يمكن نقطة تانية لا يغفل عليها فيما يتعلق بالدور المصري في التشبيك السياسي والتشبيك المعلوماتي وانكشاف الحقائق في القمة الاستثنائية، ويمكن ده وفقا للرسائل المباشرة ده مسار سياسي، مسار أساسي بيتم دراسته، والمسار الثاني ما يتعلق باللقاءات الثنائية اللي تمت على هامش القمة الاستثنائية، ومحاولة توحيد المفاهيم للخروج برؤية عربية موحدة يتم نقلها على كافة المسارات للمجتمع الدولي انطلاقا من رسالة القاهرة في قمة القاهرة للسلام. طيب، ده شيء ممتاز، وانا هتكلم دلوقتي عن موضوع يعني بالتاكيد هنتطرق لمساله اللقاءات الثنائيه وكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي المجمل من وراء النقطتين دول، ايه هي استراتيجيه مصر او فلسفه مصر والمستويات اللي بتشتغل عليها؟ لكن انا برضو مهتمه مع حضرتك بفكره معينه او طرح معين. اليوم الضغط يجب ان يكون على من؟ على اسرائيل ولا على الولايات المتحده الامريكيه ان كنا نريد ان نحقق البند الاهم وهو كسر الحصار وهو وقف العدوان على قطاع غزه؟ ده موجه لمين؟ يوجه الى تل ابيب ولا رساله يجب ان تصل الى واشنطن؟ صراحة النقطة دي يعني لا زالت محل اختبار. أنا في تقديري حاليا لم يعد الأمر يتعلق بواشنطن في الإدارة، يتعلق أكثر بتل أبيب وامتلاك أوراق ضغط على تل أبيب، خاصة وإنه أمس الأول تم إصدار بيان أو تصريح من جانب واشنطن أيا كان توصيفه فيما يتعلق بإقرار هدنة إنسانية في القطاع، وهو تم نفيه من جانب سلطة تل أبيب نتنياهو. وبالتالي فهناك أزمة ثقة سياسية ما بين النظامين الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق. طب دي نقطة مهمة جدا دكتور إيمان، اسمحي لي أقطعك هنا. هل هي أزمة ثقة أو هو خلاف حقيقي، ولا هو تبادل أدوار متفق عليه بين تل أبيب وواشنطن؟ يعني واشنطن اليوم يجب عليها أن تدعي أنها لا توافق على القصف العنيف والشديد والمتواصل، لكن هل هي بالفعل معترضة؟ وإن كانت معترضة، هل لا تستطيع إجبار تل أبيب على الانصياع ووقف إطلاق النار؟ فكره عدم الاعتراض او تبادل الادوار هي فكره ممتازه، لكن مشكوك في مدى صحتها بشكل اساسي، خاصه انه تعالت الاصوات ليس فقط على مستوى الراي العام في داخل الولايات المتحده الامريكيه، لكن كذلك على مستوى الساسه والانقسامات اللي حظي بها الديمقراطيين والجمهوريين على فكره الدعم المطلق لاسرائيل.
النقطة الثانية تتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية بجانب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي بتتم في خلال الشهر الحالي، كل تلك الامور بتؤثر على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات في ظل الرفض الشعبي ورفض العديد من الساسه داخل الولايات المتحده الامريكيه لفكره الدعم المطلق والانتقال للحديث مره اخرى وفقا للرؤيه العربيه والمنظور العربي للقضيه الفلسطينيه، وبالتالي فكره تبادل الادوار يعني من الممكن ان يؤخذ ويرد عليها إذ لم يكن يرتبط بالسياقات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية أو لم يتم نظر لحالة التفاعلات الداخلية، لكن في تقديري أن الوقت الحالي يتطلب إخضاع وممارسة العديد من الأوراق الضغط على إسرائيل، لأن حاليا الكتلة الغربية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية لم تنصاع للفكرة العربية أو المنظور العربي فيما يتعلق بخفض التصعيد. يعني احنا انتقلنا في مطالبنا العربية من وقف إطلاق النار لخفض التصعيد، محاولة إدارة هدنة إنسانية، محاولة إدخال المساعدات بصفة مستدامة، كل تلك الأمور حتى وقتنا هذا لم ينجح الغرب ولم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم أنها الداعم الأول لإسرائيل في إنجازها. وبالتالي القمة الاستثنائية تدار حاليا وفقا العديد من المسارات، تحمل العديد من الرسائل، رسائل دولية، رسائل للشركاء في الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك رسائل من يمتلك أوراق ضغط على النظام الإسرائيلي لإحداث خرق. طيب بمناسبة أوراق الضغط، هل أخرج اليوم العرب ما في جعبتهم بالفعل؟ يعني هل البنود الختامية ما قيل عن ضرورة وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ما قيل عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة العدوان الغاشم على إسرائيل، ما قيل عن رفض فصل القطاع عن الضفة الغربية، هل هذه الأوراق أو هذه المطالبات هي كل ما يملك العرب اليوم للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني مع احترام للبيان ولكنه بيان مرسل في العديد من بنوده، تلك لا تمتلك أوراق ضغط، نحن نتحدث عن بيانات مرسلة بيتم إدراجها ورسائل مباشرة توضح الموقف العربي الموحد، هو أشبه بتكوين أجندة عربية موحدة لقراءة الموقف والحديث عنه، لكن أوراق الضغط لازمنا نمتلك أوراق ضغط حال تفعيل فكرة التكامل العربي، حال تفعيل الوحدة العربية وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة قضية أصبحت كما يتم توصيفها دوما بقضية القضايا. الأمن يعني فاضت الاضطرابات الأمنية خارج القطاع غزة والضفة الغربية، ولكن تفاعل الأمر أو زادت مزيد من الاضطرابات اتصال الإقليم ككل، يمكن ده اللي تلمسناه في العديد من الرسائل الضمنية وكذلك المباشرة اللي تضمنتها القمة الاستثنائية اليوم على كمان مختلف قادة دول المنطقة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية.